كل مقادير حلقتنا من طلبات مارت توصلك في 20 دقيقة بعروض وخصومات حصرية. نزل أبليكيشن طلبات واطلب دلوقتي. مساء الخير على كل مستمعي نجوم اف ام، اهلا بيكم حلقه جديده من نجوم زست. وصفات النهارده فتوش وفتت فراخ. اول حاجه هنسلق الفراخ مع البصل، عود القرفه، ورق لورا، حبهان، قرنفل، مستكه وفلفل حصى لمده ساعه، وهنملحها لما تستوي، وبعدين نفصصها. هنحمص العيش اللبناني كبير مع زيت زيتون وملح، في الفرن لحد ما يبقى لونه ذهبي. هنخلط الزبادي مع الطحينة والثوم المفروم وعصير ليمون وملح وفلفل. وهنحمر الرز مع السمنة ونزود شوربة الفراخ وملح وفلفل. لما يتشرب أغلبية الشوربة هنوطي النار ونسيبه حوالي ربع ساعة على نار هادية خالص. هنحمر الصنوبر مع معلقة سمنة لحد ما يبقى لونه ذهبي. هنبتدي نرص الفتة، وهنحط العيش المحمص الأول، وهنحط عليه حبة من الصوص الزبادي اللي احنا عملناه، وبعدين هنحط الرز وعليه الفراخ المتفصصة وعليهم صوص الزبادي، وهنزود الصنوبر والسمنة وهم سخنين على وش الفتة. في الآخر خالص هنديها رشة سماء. هنروح لتاني وصفة معانا النهاردة وهي الفتوش. فهنخلط الرغيف اللبناني بتاعنا مع زيت زيتون والسماء وملح ونحمصه في الفرن لحد ما يبقى ذهبي. وفي برطمان هنحط كل مكونات الدريسنج اللي هو عصير ليمون ودبس رمان وزيت زيتون وثوم مفروم وسماء وملح وفلفل، وفي بولة كبيرة هنخلط كل مكونات السلطة اللي هي خس بلدي، خيار، طماطم، فجل، بصل أخضر، بقدونس مفروم ونعناع فرش مفروم. وقت التقديم بس هنزود العيش المحمص بس نسيب حبة للوش، وهنرج برطمان الدريسنج ونزوده على السلطة ونقلب كويس. وهنزوق الفتوش بباقي العيش المحمص ورشة دبس الرمان وبالهنا والشفاء. وكده نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة. يا رب تكون الوصفات عجبتكم. إن شاء الله بكرة أشوفكم وحلقة جديدة من نجوم زست على نجوم FM.